انا هقول لك اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد افترى عليا. اكمني طماطمايه مسكينه ويتيمه ولا حول ليها ولا قوه. امبارح بالليل كنت نايمه لوحدي في الغيطة على الشجره، وزي ما انت عارف الشجره بتاعتي قصيره وقريبه من الارض، صحيت على صوت حاجه بتعمل فيس كده، فيس فحيح فحيح بشع. فتح عيني قليلك قليلك تعبان قد كده، فتح لي بقه وبيطلع لي لساني، فضل يعمل لي كده يعمل لي كده ويقول لي اكلك منين يا اوتا، اكلك منين. من الصدمه انا اتشليت، ما بقتش عارف انطق ولا اعمل ايه. قلت مستحيل يكون بجد، انا اكيد لسه نايمه، وده كابوس كابوس مريع. لحد ما طلع لسانه كله وفضل يلحوس في وشي، لقيتني بصوت الحقوني الحقوني هياكلني. محدش كان سامعني ولا داري باللي بيجرالي. قعدت افلفص منه وانا بعيط واقول له حرام عليك حرام عليك اعتقني لوجه الله. مين اللي يقول لي هما الحيوين علشان حلوين يعملوا كده، ولا الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده، واجيله كده يجيلي كده وهو يضحك ويقول لي مجنونة يا اوضة، وانا بتمرجح كده على الشجر لوح طفل بيلعب في الطينة. قلت للتعبان بص بص فار فار اهو فار، روح كل الفار وزبني في عالي ابوس ايدك. افتكرني بتنمر عليه اكمنه ما عندوش ايدين، ولقيته بيقول لي حمرا. سألته هي ايه دي اللي حمرا، قال لي ايديك. وفجأة قام هاجم عليا بانيابه وفضل يعضعض فيا فضل يعضعض ويعضعض، عمل فيا خرمين كل واحد قد كده شايف شايف، وقال له حرام بلاش حرام، وهو يقعد جامد جامد قوي. بس انا كتمت ميه انبسطت